بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الجزء اللي فات من محاضرة الأدرز شفنا مع بعض الهاف أدر والفول أدر اللي هو السنجل بيت أديشن. شفنا different transistor level implementations للفول أدر. بعد كده بقى قلنا لما أجي بقى أعمل N بيت أدر أو مالتي بيت أدر أبسط حاجة أن أنا أعمل هو الكاري بروباجيت أو الكاري ريفل أدر. قلنا ان عيبه طبعا ان الايه ان الباس بتاع الكاري بيكون هو الكريتيكال باس بتاعك ان هو محتاج ان هو يريفل ثرو كل الايه كل الاستيجز. قلنا بقى ممكن نبسط الموضوع ده عن طريق ان احنا ديفاين 3 سيجنالز جديده اسمها الجنريت سيجنال والبروباجيت سيجنال والكيل سيجنال. الجنريت سيجنال معناها ايه؟ معناها ان الكاري بتاعي بيطلع بواحد اللي هو الجزء ده كده اهو regardless of الكاري ان، يعني انا مش محتاج استنى الكاري ان. والكيل سيجنال معناها ان الكاري بتاعي بيطلع بزيرو اللي هي الكيل دي كده regardless of الكاري ان. والبروباجيت معناها ان الكاري انبوت اللي هو ده كده بيطلع زي ما هو في الايه بيطلع زي ما هو في الكاري اوتبوت بيبروجيت بالشكل ده. وعملنا الايه عملنا بقى لوجيك اكسبريشنز بتاعه السم والكاري ان terms of السيجنالز الجديده بتاعتنا دي. وقلنا ان انا ممكن احسب بالسم ان هو البروفاجيت اكزور مع الكاري ان، ممكن احسب بقى الكاري اوت ان هو عباره عن يا اما انا بجنريت يا اما بجنريت يا اما ببروفاجيت الكاري ان، هو يا اما بجنريت يا اما ببروفاجيت الكاري ان. وانا هنا ممكن بدل البروفاجيت احط الايه احط الكيل بار باعتبار ان حساب الايه حساب الكيل بار هيبقى اسهل. حساب البروفاجيت بحتاج فيه اكزور، احنا عارفين ان الاكزور دي هي الموست كوستلي جيت في الحقيقه من ناحيه النمبر اوف ترانزستورز وبرده من ناحيه الاريا والسبيد والكلام ده كله، فبالتالي بحاول اتجنبها قدر الامكان. طبعا انا ممكن استبدل البي هنا بالكيل بار لكن ما اقدرش اعمل كده هنا اهو، يبقى انا محتاج كده كده البروباجيت سيجنال. انا عايز احسب السام في الحقيقه، انا ممكن استبدلها في حساب الكاري اوت. طب هستفيد بايه؟ لان زي ما قلنا حساب الكاري اوت ده بيكون هو الكريتيكال باس بتاعك، فبالتالي هو ده انا بكون عايز اوفر فيه الايه هو بكون عايز اوفر فيه الديلي. وده اللي فيها ميزه بقى ان انا بدل البروباجيت احط هنا الايه احط هنا الكيل بار. وطبعا خد بالك بقى ان الايه طبعا البروفاجيت ما هياش زي الكيل بار، هما بيختلفوا في ايه؟ هو هنا البروفاجيت هي الكيل بار هنا البروفاجيت هي الكيل بار هنا، لكن هنا البروفاجيت ما هياش الايه ما هياش الكيل بار. بس قلنا كده كده اصلا انا في الحته دي انا كده كده بعمل جنريت، فبالتالي مش هتفرق معايا ايه الموضوع ده بقى. هي غير الكيل بار في الحاله دي ان انا كده كده بعمل ايه بعمل جنريت جنريت بواحد، فواحد زائد اي حاجه ما تفرقش، يبقى هو هو برضو الايه يبقى هو هو الواحد. طبعا الكيس دي بقى مش هتبقى فاليد لما اجي اعمل هنا الاكزور مع الكاري ان، دي مش فاليد ان انا ما عنديش هنا ايه ما عنديش هنا جنريت ولا حاجه، فبالتالي انا لازم احافظ على البروباجيت هنا زي ما ايه زي ما هو. بس مش هيكون عندي زي ما قلنا مشكله ليه؟ لان السم ما هوش في الكريتيكال باس، المشكله بتاعتي تبقى في الكاري اوت ان هو في الكريتيكال باس. عايزين بقى قلنا نعمم المفهوم ده اللي احنا عملنا له ديفينيشن فور سنجل بيتس، عايزين نعممه فور جروب اوف بيتس اللي هي بنسميها بقى الجروب بي جي سيجنالز، يعني جروب بروباجيت والجروب جنريت. يعني لو افترضنا فور سمبلستي مثلا ان انا عندي الادر بتاعي 4 بيتس فور اكزامبل، فعندي اهو 4 بيتس بالشكل ده. لو قلت لك انا هاخد مثلا ال 2 بيتس دول وهدخلهم دول جروب كده على بعضهم، هو ده كده جروب، الجروب مكون من ال 2 بيتس. بقول ان الايه هديفاين بقى جروب جنريت سيجنال. ايه جروب جنريت سيجنال دي؟ معناها ان الجروب في بيتس ده بيجنريت اكاري اندبندنت اوف الكاري ان، يعني الكاري اوت اللي طالع من الجروب ده بيطلع بواحد اندبندنت اوف الايه اندبندنت اوف الكاري ان. والبروباجيت معناها ايه؟ معناها ان الكاري اوت اللي طالع لك هو هو زي الايه هو هو زي الكاري ان، بيبقى ترو لما الكاري ان هو كمان بيكون ايه لما الكاري ان هو كمان بيكون ترو. طب احنا هنبدا الاول باول بيت خالص اللي هو بيت 0، وليكن البيتس بتاعتنا ادي 0 1 2 3. اخدنا اول بيت ده عباره عن هاف ادر وبقيه البيتس دي عباره عن فول ايه عباره عن فول ادر. احنا عارفين الفرق بين الهاف ادر وفول ادر ان الهاف ادر مش داخل له ايه مش داخل له كاري ان، فبالتالي هيكون البروباجيت في الحاله دي بقى بزيرو ملوش معنى. انا اصلا ما عنديش ايه ما عنديش كارين في الايه في الهاف ادر، فبالتالي مفيش حاجه اسمها بروباجيت اصلا، فالبروباجيت هيكون بزيرو. والجنريت هيكون هو الكاري بقى اللي جاي لي من الايه هيكون هو الكاري اللي جاي لي من بيت زيرو، فهيبقى جي زيرو هو اول كاري ان داخلي خالص في التشين بتاعتي. بمعنى ايه؟
بمعنى ان لو الكاري ان اللي هو داخل في التشين بتاعتي لو هو بواحد يبقى كان البيت ده بيجنريت ايه؟ بيجنريت كاري. لو هو بزيرو يبقى كاني مش بجنريت ايه؟ يبقى كاني مش بجنريت كاري. فهيبقى الجنريت في الحاله دي هو ايكويفالنت للكاري ام. طب بقيت بقى السيجنالز اللي هي هيبقى عباره عن فول ادرز بقى، هيبقى داخل لها زي ما قلنا ثلاث حاجات بقى، داخل له كاري ان البيت ده مثلا، هو داخل له كاري ان، وداخل له ايه، وداخل له ايه، وداخل له بي. بنحسب البيت وايز جنريت وبروباجيت زي السلايد اللي فاتت بالظبط، يعني كل بيت ليه جنريت سيجنال بتاعته وليه البروباجيت سيجنال بتاعته. شفنا الاكسبريشنز بتاعتهم، الجنريت سيجنال بتاعت البيت اي هي عباره عن اي اي اند بي اي، والبروباجيت سيجنال بتاعت بيت اي هي عباره عن اي اي اكزور بي اي. والاكويشنز دي كنا لسه شفناها من ايه، من السلايد اللي فاتت. عشان امشي بقى بنفس النوتيشن بتاعت الجروبس، احنا كمان شويه زي ما قلنا هنديفاين جنريت وبروباجيت لجروب اوف ايه، جروب اوف بيتس. فدي كده كان يبقى دي بدايه الجروب ودي نهايه الايه، دي نهايه الجروب. لما ابدا جروب وانهي جروب عند نفس الاندكس يبقى انا كده واقف عند بيت واحد في الحقيقه. فهي دي بنسميها البيت وايز جنريت وبروباجيت. لو الرقمين دول مختلفين عن بعض، لو ببدا في بيت وبنتهي عند بيت تاني يبقى انا كده بتكلم على ايه، بتكلم على اكتر من ايه، بتكلم على اكتر من بيت. طيب لو عايزين بقى اكتر من بيت، عندي اكتر من بيت اهو، من اول بيت اي لحد ايه، لحد بيت جي. طبعا عشان نشرحها برضه ناخد كده مثال سهل، همسح كده الايه، همسح الفور بيتس بتوعي دول تاني كده. تعالى نرسم كده فور بيتس، تعالى نقول ان انا عايز احسب فور اكزامبل مثلا الكيس بتاعت ان الاي بتساوي 2 والجي بتساوي 1. اه دي كده الجي بتساوي 1، يبقى انا عايز احسب جي من بيت 2 لحد بيت 1. دي كده بنسميها جروب ايه، بنسميها جروب جنريت، ان فيها اكتر من ايه، فيها اكتر من بيت، واخده 2 بيتس دول فور اكزامبل. اه انا كده واخد الايه، واخد ال 2 بيتس دول اللي هو بيت 2 والبيت ايه وبيت 1. طيب بنديفاين رقم كي حيث الكي ده اكبر من الجي واصغر من او يساوي الايه، واصغر من او يساوي الاي. في الكيس بتاعتنا دي في الحقيقه الكي هيبقى ليه قيمة واحدة بس ياخدها، ان هو لازم يكون اكبر من الجي، تمام، وبيكون اصغر من او يساوي الاي، فبالتالي هيبقى هو هو بيساوي الايه، هيبقى هو هو بيساوي الاي. طيب تعالوا نكتب بقى الايكويشن دي كده ونشوف معناها ايه. الايكويشن اللي احنا هو دي كده تعريف الجروب جنريت، وده تعريف الجروب ايه، وده تعريف الجروب بروباجيت. تعالى نبدا الاول بالجروب ايه، بالجروب جنريت، ونشوف الايكويشن بتاعتنا دي بتقول لنا ايه. اه بيقول لك ان الجي جروب جي فروم بيت 2 تو بيت 1 هي الجروب جي من بيت اي لبيت كي. خد بالك ان الاي وكي عندنا هما نفس الايه في الحقيقه، نفس البيت، اللي هي هتبقى جي 2 جي 2 2 اللي هي هي جي 2 تفرقش كده، واقف عند نفس الايه، عند نفس البيت، بلس بروباجيت من اي لحد كي برضو اللي هو بروباجيت 2 2، وبعد كده جنريت كي ماينس 1. كي ماينس 1 اللي هو مين، اللي هو 1، والجي اللي هي ايه، اللي هي 1. لو خدت بالك كده انا في الحقيقه هيبقى كلهم بيت وايز، لكنهم بيت وايز جنريت وبيت وايز ايه، بيت وايز بروفاجيت. يبقى جي 2 تو 1 يبقى هتبقى جي 2 بلس بي 2 مضروبه في ايه، مضروبه في جي 1. طيب تعالى نفهم بقى العلاقه دي معناها ايه كده، الايكويشن اللي احنا كاتبينها دي معناها ايه. طيب انا بقول ان الجروب بتاعتي اللي هي من بيت 2 لبيت 1 ده كده جروب جي، هتجنريت كاري، يعني هتديك كاري في حاله من اتنين. الجروب دي كده هتديك كاري في حاله من اتنين. ايه الحاله الاولانيه؟ الحاله الاولانيه ان البيت التاني اللي عندك في الجروب بيجنريت الكاري اللي هو البيت ده كده اهو. يعني لو البيت ده عمل جنريشن لكاري يبقى كاري هيطلع لك ايه، هيطلع لك اللي هو من الجروب دي، ما فيهاش ايه، دي ما فيهاش مشكله. او ان البيت الاولاني هو اللي يعمل الجنريت بس البيت التاني يقوم عامل ايه، يقوم عامل بروباجيت. يعني عندك في الحالتين، يعني الكاري هيطلع لك في حاله من اتنين. ايه الحالتين دول؟ يا اما البيت التاني هو اللي يعمل الجنريت فالكاري هيطلع لك على طول، يا اما البيت الاولاني هو اللي يعمل الجنريت بس البيت التاني يقوم عامل ايه، البيت التاني يقوم عامل بروباجيت، فبرضه الكاري ايه، فبرضه الكاري يطلع لك. عشان كده انا عندي هنا بقى الايكويشن مكتوبه بالايه، مكتوبه بالشكل ده. يبقى انا دلوقتي عشان الجروب بتاعتي تجنريت كاري، خد بالك انا لما بحط الاندكس كده اكني بقسم الجروب بتاعتي ان جنرال بقى، لو انا عندي اي جروب كده اهو، ادي جروب اوف بيتس، اكني بقسم الجروب دي لتو سب جروبس عن طريق الاندكس اللي اسمه الكي ده. فانا الجروب بتاعتي بتبدا من اول اندكس اي لحد اندكس جي، انا بقسم الجروب بتاعتي لتو سب جروبس عن طريق الاندكس اللي اسمه الكي. زي ما قلنا ان جنرال الكي بيكون اصغر من او يساوي الايه، اصغر من او يساوي الاي، فعلى الاقل الجروب دي هتساوي ايه، هتساوي 1 بيت على الاقل.
تمام. وبرده الجروب الثاني هتساوي 1 بيت على ايه؟ تساوي 1 بيت على الاقل. ف بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك ان الجروب دي هتجنريت كاري في حالتين. الحاله الاولانيه ان الجزء اللي هو الام اس بيز من الجروب ده يجنريت كاري، يا اما الجزء اللي هو ال اس بيز من الجروب ده هو اللي جنريت الكاري، بس الثاني هيعمل بروباجيت للايه؟ بس الثاني هيعمل بروباجيت للكاري. هو ده معنى الايكويشن اللي ايه اللي مكتوبه قدامنا هنا كده اهو. يبقى لو عندك جروب اوف بيتس، الجروب دي هتجنريت كاري امتى؟ لما جزء الام اس بيز جنريت كاري، او لما جزء ال اس بيز يجنريت وجزء الام اس بيز ايه يبروباجيت. فتاني كده لو انا عايز ابقى دقيق شويه بقى، انا المفروض ان انا اكتب ان الجروبس بتاعتي عندي جروب من اول سب جروب من اول اي لحد كي، وسب جروب من كي ماينس 1 لحد ايه لحد جي. دول تو سب جروبس ايه تو سب جروبس بتوعي. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول عشان الجروب دي كلها تخرج لكاري، معنى تخرج لكاري ان انا اشوف كاري طالع من هنا اهو، طالع من الايه؟ طالع من الجروب دي كلها على بعضها. كاري طالع من الايه؟ من الام اس بي، من الاخر بتاع الايه بتاع الجروب. طيب يبقى حاله من اتنين، يا اما الجروب الاولانيه دي كده اهو او سب جروب الاولانيه هي اللي هتجنريت الكاري، يا اما سب جروب بتاعت الال اس بيز هي اللي هتجنريت، بس سب جروب الثانيه لازم ايه لازم تبروباجيت. لو الشرط ده مش ايه مش موجود، او الشرط ده مش موجود، يبقى كده انا مش هشوف ايه مش هشوف كاري. يعني لو الجروب دي عملت جنريت، لو دي عملت جنريت ودي ما عملتش بروباجيت، هل هشوف الكاري؟ لا مش هشوف الايه، لا مش هشوف الكاري. طب لو الجروب دي عملت جنريت هل هشوف الكاري؟ اه هشوف الكاري. يبقى انا عندي زي ما قلنا شرطين، الشرطين دول هو اللي مكتوبين بالاند اور ايكويشن دي. خد بالك انا هنا بعمل اند اور، يعني ايه اند اور؟ اه انا هنا بعمل عمليه اندنج، وبعد كده بعمل عمليه هنا ايه اورنج. طب ده كده بالنسبه للايه، ده كده بالنسبه للجروب جي. في الحقيقه تعريف الجروب بي هو اسهل في الحقيقه. تعريف الجروب بي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت الجروب دي كلها هتبروباجيت لازم لما كل البيتس اللي في الجروب في الحقيقه تبروباجيت، ما لازم كله يبروباجيت. ما انا لو انا عايز اقول الجروب دي كلها بتبروباجيت، ده معناه ايه؟ معناه انا من اول ما دخلت الكاري هنا اهو طلع لك زي ما هو هنا اهو في الاوت بتاع الايه بتاع الجروب. يبقى لازم الجروب دي تبروباجيت، ولازم الجروب دي هي كمان ايه تبروباجيت. لازم التوصف جروبس اللي انا عملتهم هم الاثنين يعملوا ايه، هم الاثنين يعملوا بروباجيشن عشان الكاري اللي بدخله من عند الانبوت بتاع الجروب اشوفه عند الاوت بتاع الايه عند الاوت بتاع الجروب. عشان كده انا عامل هنا عمليه اندنج اهو ما بين السب جروب الاولانيه والسب جروب الايه والسب جروب الثانيه. قبل ما نسيب بقى السلايد دي عايزين نشوف علاقة مهمة في الحقيقة ما بين الكاري عند بيت اي وما بين الجروب ايه وما بين الجروب جنريت. فانا بقول ان انا الكاري عند بيت اي هيبقى بيساوي واحد امتى؟ لو بيت اي عمل جنريت، لو بيت اي عمل جنريت، او لو بيت اي عمل بروفاجيت وكان عندي كاري من الايه وكان عندي كاري من البيت اللي ايه من البيت اللي قبله. طب معناها ايه ان انا كان عندي كاري من البيت اللي قبله؟ ان الجروب اللي قبليه كانت عامله ايه، الجروب اللي قبليه كانت عامله جنريت في الحقيقه. فبالتالي ان انا اقول ان كاري اي هو في الحقيقه ايكويفالنت للجروب من اول اي لحد زيرو. خد بالك من اول اي لحد ايه، من اول اي لحد زيرو. طب ازاي هنا انا استغنيت بقى بالجروب جنريت وما احتجتش هنا جروب بروباجيت؟ ان احنا زي ما اتفقنا اصلا انا بادئ ان بيت زيرو ده كانه هو عباره عن هاف ايه، كانه عباره عن هاف ادر في الحقيقه. فبالتالي انا ما كانش عندي هنا كاري ايه، ما كانش عندي هنا كاري ايه، فالبروباجيت بتاعي هنا ملوش ايه ملوش قيمه اللي موجود عند بيت زيرو. انا ما عنديش كاري ايه في اول ايه، ما عنديش كاري ايه في اول بيت. فكون ان يطلع لي كاري من الجروب دي معناها ان الجروب دي على بعضها، بس لازم اخدها بقى على بعضها من اول بيت زيرو. لازم اخد الجروب دي على بعضها من اول بيت زيرو، ان الجروب دي تعمل لي جنريت اللي هي ايه، اللي هي جي من اول اي لحد ايه لحد زيرو. لازم اروح لحد الزيرو. ليه؟ لان ما روحتش لحد الزيرو لو وقفت عند اي اندكس اهو، يبقى لازم اخد في اعتباري بقى ان الجزء القبلي ده عمل جنريت وبعد كده حصل ايه، بعد كده حصل بروباجيت. لكن لو انا خدت جي فروم اي تو زيرو يبقى انا كده مش محتاج ابص على الايه على البروباجيت سيجنال. فبالتالي الجروب اللي هي جروب جي فروم اي تو زيرو دي ايكويفالنت للكاري عند بيت اي. طبعا ناخد بقى شويه امثله كده عشان تاكد الايه، عشان تاكد الموضوع عندنا اكتر. زي ما قلت انا عندي جروب اوف بيتس وعايز اعرف الجروب دي كده جنريت سيجنال، معناها ان الجروب دي هتخرج كاري، او بروباجيت سيجنال معناها ان الجروب دي هتبروباجيت الايه هتبروباجيت الكاري. اتفقنا مع بعض ان انا هقسم الجروب بتاعتي لتو سب جروبس، سب جروب الاولانيه من اول اي لحد كي، سب جروب الثانيه من اول كي ماينس 1 لحد ايه لحد جي. وكتبنا الايه الجروب جي والجروب بي بالايه بالتو ايكويشنز دول. طيب تعالى ناخد مثال ان الاي بتساوي 1 والجي بتساوي 0. في الحاله دي زي ما قلنا كي هيبقى ليها probability واحده بس، ان كي تساوي ايه، ان كي تساوي 1. وطبعا الايكويشنز اللي احنا شايفينها فوق دي بتاعت الجروب جي
يبقى اقدر اكتب الجروب جي في الشكل ده. طبعا دي كده بيت وايز ودي كده بيت وايز ودي كده ايه ودي كده بيت وايز. يبقى الجروب اللي هي from 1 to 0 لو جيت ارسم برضو كده هي دي اهو كان في كده جروب في بيتس بتاعتي. انا هنا عايز جروب اللي هي from 1 to 0 اللي هي الجروب دي. الجروب دي هتخرج لك كاري امتى؟ هتخرج لك كاري لما بيت واحد يجنريت او بيت زيرو يجنريت وبعد كده بيت واحد يبروباجيت. اهو يا اما بيت واحد يجنريت يا اما بيت زيرو هو اللي جنريت وبيت واحد ايه وبيت واحد يبروباجيت. الجنريت بتاع بيت زيرو هو ده الكاري ان اللي داخل لك اصلا. خد بالك انا قلت كان بيت زيرو ده هو الكاري ان بتاع الان بيت ادر بتاعك او اكن اول ستيج عندك هي كانت عباره عن ايه اكن اول ستيج كانت عباره عن هاف ادر. ممكن تفهمها كده او ممكن تفهمها ايه او ممكن تفهمها كده. طيب ده هيبقى عباره عن ايه؟ ده هيبقى عباره في الحقيقه اللي انا كتبته ده هيبقى عباره عن الكاري اللي خارج من بيت 1. يبقى هو ده في الحقيقه هو ايه؟ هو السي 1 نفس اللي احنا كنا بنقول اهو. لما اخد من اول بيت اي لحد 0 يبقى كاني بالظبط بكتب الكاري عند ايه؟ كاني بكتب الكاري عند بيت اي. طب لو اخدت ان اي بتساوي 2 وان جي بتساوي 1 برضه هنا كي هيبقى ليها بروبابيلتي واحده بس ان كي بتساوي ايه؟ ان كي بتساوي 2. طيب فاقدر اكتب برضه جي فروم 2 تو 1. خد بالك بقى انا ما اقدرش اقول ان جي 2 تو 1 دي بتساوي الكاري بقى. ليه؟ ان في بيت 0 قبليه ما اعرفش هو هيعمل ايه؟ ما اعرفش هو هيعمل ايه؟ فهتبقى جي 2 2 بي 2 2 جي 1 1 برضه دول كلهم عباره عن بيت وايز جيز وبيت وايز بي. فبالتالي اقدر اكتبها ايه؟ اقدر اكتبها بالشكل ده. ودي طبعا زي ما اتفقنا ما هياش بتساوي الكاري 2 مش بتساوي الكاري 2. امتى تساوي الكاري 2؟ لو كنت انا حاطط هنا بدل الواحد ده حاطط ايه؟ حاطط 0. ده هو المثال اللي بعده بقى. يعني انا باخد من اول 2 لحد ايه؟ من اول 2 لحد 0. وبالك ان في المثال ده في الحقيقه انا الكي ممكن تاخد قيمتين في الحقيقه. ممكن اخد الكي بتاعتي ان هي بتساوي 2 او اخد الكي ان هي بتساوي 1. او هنا جروب فروم 2 تو 0 وخدت الكي بتساوي 2 وهنا برضو جروب فروم 2 تو 0 بس هنا خدت الكي بتساوي ايه؟ خدت الكي بتساوي 1. عايزين نشوف الفرق بينهم هيبقى عامل ازاي. اول مثال ان الكي بتساوي 2 ساعتها هيبقى خد بالك ان البي هنا بتبقى بي فروم اي تو كي. دي هي بس اهم نقطه هنا. وانا بحسب الجروب جي بتبقى البي فروم اي تو كي. فنتيجه ان الاي بتساوي الكي فهنا هتبقى البي 2 2. يبقى هل دي كده جروب بي ولا دي بي توايز بي؟ لا دي كده بي توايز بي. دي هتبقى هي بي 2 عباره عن بي توايز بي. طبعا خد بالك ان نتيجه ان ايه ان الجروب بتاعتي هنا فيها 3 بيتس في الحقيقه. فانا خرج عندي هنا جروب جي كمان اهي. انا عندي هنا جروب جي سيجنال كمان. ممكن ارجع افكها ممكن ارجع افك الجروب جي سيجنال دي ان هي في الحقيقه عباره عن الايه؟ عباره عن الكاري 1 في الحقيقه. ممكن ارجع افكها بقى الكاري 1 كانت الكويشن بتاعته موجوده ايه؟ موجوده هنا اهو فوق اهي. اللي انا شايفه هنا ده بقى هو مين؟ هو الكاري 2. امتى الكاري 2 بواحد؟ لما يكون البيت 2 بيجنريت او يكون بيت 1 بيجنريت كاري اللي هو الكاري 1 وبعد كده بيت 2 بيت 2 بيبروباجيت. فعشان انا هنا واخد الاندكس بتاعي from 2 to 0 فاداني الكاري عند ايه؟ اداني الكاري عند بيت 2. فالملاحظه ايه؟ الملاحظه ان لما الاي بتساوي الكي في الحقيقه ساعتها الجروب بي بتبقى not required. انا هنا محتاج بس بيت وايز بي مش محتاج ايه؟ مش محتاج جروب بي. طب ازاي بجيب بقى الجروب جي بتاعتي؟ زي ما انتم شايفين بعمل اند اور اهي. بعمل اند اور مع مين؟ بعمل اند اور مع البريفيوس جروب جي اللي هو الكاري ان اللي قبليه. يعني ايه؟ يعني انا عشان احسب جي فروم 2 تو 0 او اللي انا بحسبها دلوقتي دي كده اللي هي جي فروم 2 تو 0 بعمل ايه؟ بعمل اندنج مع جي فروم 1 تو 0 لكن انا اصل الاندكس بتاعي ايه؟ 1 واعمل اندنج معاه دي جروب جي بتاعت الجروب اللي قبليه. يعني انا دلوقتي بحسب فور اكزامبل الايه؟ الجروب دي اللي هي من اول 2 تو 0 انا بعمل اندنج مع الجروب اللي قبليه اللي هي فروم ايه؟ اللي هي فروم 1 تو 0 وبعد كده بعمل ايه؟ بعمل اورنج مع البيت وايز جي بتاعتي. يعني بعمل اندنج الجروب جي اللي قبليه البيت وايز جي بتاعتي اللي هي دي دي كده الجروب جي اللي قبليه اعمل معاها اندنج مع البي 2 بتاعي وبعد كده اعمل اورنج مع الجي 2 بتاعي اللي هو الايه اللي هو الام اس بي اللي انا واقف ايه اللي انا واقف عنده. لو اخترت بقى ان الاي مش بتساوي كي اللي هو المثال بقى اللي هي إيه اخر واحد تحت ده هيطلع معاك هنا في الحقيقه جروب بي سيجنال هيطلع معاك هنا جروب بي ايه جروب بي سيجنال. هل ده معناه ان في الاخر هيبقى الاثنين دول مش بيساوي بعض؟ لا طبعا هما في الاخر لازم يساوي ايه؟ لازم يساوي بعض. بس هنا انا بعمل بقى اندنج مش مع بيت وايز بي لا انا بعمل اندنج مع جروب بي. وهنشوف الكلام ده برده هيفرق معانا ازاي في الهاردوير لما نيجي نبص ان شاء الله على ادر ايه توبولوجيز كلها. فلو انت فكيت دي بقى اقدر افك الجروب بي سيجنال دي اللي هي عباره عن بي 2 بلس بي 1 واقدر افك برده الجروب جي سيجنال دي. خد بالك ان هي ريكيرسيف ايكويشنز يعني انت بتفك هنا
الجروب جي دي in terms of subgroups، بعد كده ممكن افك كل subgroup منهم in terms of subgroups subgroups لحد لما اوصل لبيت وايز في الاخر. فهي recursive equations ممكن اقعد اكمل فيها كده لحد لما اوصل لبيت وايز جيز كلهم وبيت وايز بيز كلهم. فانا ممكن اوصل لبيت وايز جيز وبيز اهو بالشكل ده، وهلاقي في الاخر ان ده برضو بيساوي ايه، بيساوي كاري 2 اللي هو نفس الاكسبريشن اللي فات. بس الفرق هنا بقى ان انا لما اخترت ان الاي مش بتساوي كي، او بمعنى اخر الاي اكبر من الكي، هبقى محتاج في الايكويشن بتاعتي عشان احسبها جروب جي ومحتاج جروب بي. ده لو انا خدت اول ايكويشن، يعني لو انا عايز احسب اول ايكويشن دي كده دي كده، يبقى انا محتاج هنا جروب جي اهي، محتاج هنا جروب بي اهي. لكن في المثال اللي قبله انا ما كنتش محتاج ايه، ما كنتش محتاج جروب بي، كنت محتاج جروب جي بس هنا اهو، ودي كانت البريفيوس جروب جي. وهنشوف برضو ان شاء الله تطبيق الكلام ده كله دلوقتي. برضو دي اهي امثله تانية، بس دي جروب كبيره شويه بقى. انا واخد هنا بيتس فروم 8 تو ايه، فروم 8 تو 0 اهو، كان عندي 8 بيتس، ده كده 8 بيتس، وعندي الكاري ان الاولاني ده كده اكنه هو بيت 0، ده الكاري ان الاولاني خالص اكنه زي ما قلنا اكنه جاي من هاف ادر، او اكنه ده هو اللي جاي من اول ايه، من الاول خالص بيت 0 بتاعي. يبقى كده عندي من بيت 1 لحد بيت ايه، لحد بيت 8. او لو انا عايز اكتب الجروب جي ايكويشن بتاعتي واخترت ان الاي تساوي الكي، ساعتها هل هحتاج جروب بي؟ لا مش هحتاج ايه، مش هحتاج جروب بي، مش هحتاج جروب بي. امال بعمل ايه؟ بعمل اندنج للبيت وايز بي مع الجروب اللي قبليه اللي هي جروب من 7 لحد 0، وبعدين بعمل اورنج مع البيت وايز جي بتاعتي يعني. كده خلص الايه، خلص الموضوع. انا هنا مش محتاج جروب بي، محتاج بس جروب جي اللي قبليه. طب لو اخترت الكي بقى اي حاجه في النص، يعني اخترت ان الاي اكبر من الايه، اكبر من الكي، اقدر اكتب الايكويشن بتاعتي فور اكزامبل بالشكل ده. هنا اخترت الكي بتساوي 5، هنا انا محتاج ايه، محتاج جروب جي سيجنال هنا، ومحتاج جروب بي سيجنال هنا، ومحتاج كمان جروب جي ايه، محتاج كمان جروب جي سيجنال هنا. خلاصة الكلام ان لو الاي بتساوي كي مش هحتاج جروب بي سيجنال، ولو الاي اكبر من كي يبقى هحتاج بوث جروب جي اند جروب بي سيجنالز. نسمرايز بقى كلامنا على الايه، على الجروب بي بي جي سيجنالز دي. قلنا الاول احنا عملنا ديفينيشن اول للبيت وايز جي والبيت وايز بي بالشكل ده عن طريق الايه، عن طريق التروث تيبل بتاع الفول ادر، وعرفنا مع بعض ان البيت 0 ده هيكون البروباجيت بتاعه بصفر، وهيكون الكاري ان بتاعي هو هو الايه، هو هو الجنريت. بعد كده عرفنا بقى الجروب جي وجروب بي سيجنالز في جروب اوف بيتس فروم اي تو جي، وانا بحط بحشر اندكس في النص هو الكي، واكتب بقى الجروب جي سيجنالز بتاعتي دي كده في صوره ايه، في صوره ايكويشن ما بين تو سب جروبس، بين تو سب جروبس، سب جروب من اول اي لحد كي، وسب جروب ثانيه من اول كي ماينس 1 لحد ايه، لحد جي. وجروب بي نفس الحكايه برده، سب جروب من اول اي لحد كي، وسب جروب من كي ماينس 1 لحد جي. الطريقه دي بنسميها رادكس 2 جروب بي لوجيك. ليه رادكس 2؟ لان انا بقسم الجروب بتاعتي ل 2 سب جروبس في الحقيقه، عشان كده بنسميها رادكس ايه، بنسميها رادكس 2. هتلاقي برضو في اسماء مختلفه موجوده في التكست بوكس، في بعض الناس بيسميها دلتا اوبريتور، فاندمنتال كاري اوبريتور، بريفكس اوبريتور، كل دي اسماء حاجه واحده يقصدوا بيها الجروب بي جي سيجنالز. زي ما قلنا برضو قبل كده، وانا بحسب الايه، وانا بحسب الجروب جي، انا ممكن بدل البي احط ايه، احط الكي بار. ده نتيجه ايه، نتيجه ان النور هتبقى اسرع من الايه، اسرع من الاكزور. لكن لسه هحتاج البي وانا بحسب مين، وانا بحسب السم. ما اقدرش ابدل البي بالكي بار في السم، اقدر ابدلها بحساب الكاري، لكن في حساب السم انا كده كده محتاج عمليه الاكزور هنا. عمليه الاكزور دي اللي هي بتديك الايه، اللي هي بتديك البيت وايز بروباجيت سيجنال. والملاحظه بقى المهمه، زي ما قلنا ان الكاري عند بيت اي هو الجنريت بتاع الجروب فروم اي تو 0، كان الجروب دي كلها بتجنريت ايه، كان الجروب دي كلها فروم اي تو 0 بتجنريت كاري. طالما انا رحت لحد الزير يبقى انا كده مش محتاج الايه، مش محتاج الايه البروباجيت. ده نتيجه ان بي 0 اصلا بتساوي 0. اي اقدر عندي بقى في الحقيقه اقدر اعمله بالايه، اقدر اعمله بطريقه البي جي لوجيك، البروباجيت والجنريت لوجيك، حتى الايه، حتى الليبل ادر اللي احنا خدناه مع بعض اللي هو ابسط واحد. طب ازاي؟ باجي الاول بحسب البيت وايز بي جي، يعني باجي لكل بيت واحسب الجي سيجنال بتاعته والبي سيجنال بتاعه. ازاي؟ اهو ادي مثلا اي وبي اهو، ده اول بيت اهو، طبعا كاري ان ده اللي هو بيت 0، ده كده بيت 0 اللي هو الكاري ان اللي ايه، الكاري ان اللي داخل لي، او اكني زي ما قلت حاطط هنا هاف ايه، اكني حاطط هاف ادر. طيب هحسب ايه هنا اهو، هحسب اهو البيت وايز جي اللي هي جي 1، واحسب البيت وايز بي اللي هي بي 1. بي 1 عباره عن ايه؟ عباره عن عمليه اكزور. جي عباره عن ايه؟ عباره عن عمليه ايه، عمليه اندنج. نفس الكلام مع بي 2، نفس الكلام مع جي 2، وهكذا لكل الايه، وهكذا لكل البيتس.
ايه الحلو في الخطوه دي؟ الحلو في الخطوه دي ان كل الكلام ده بيتم انترال، انا بحسب البي والجي سيجنالز دول من غير ما احتاج ان انا استنى الكاري اللي كان بيقعد يعمل ريبلينج. هي دي الايه، هي دي اللي هنشوف بقى الميزه اللي بتسمح بيها طريقه الايه، طريقه البروباجيت والجنريت. طب وفي الاخر بقى بعد لما احسب بقى الجروب بي جي لوجيك، هستفيد ايه لما احسب جروب بي جي لوجيك؟ ان انا هحسب الجروب جي، هي دي الهمية في الحقيقة. ليه الجروب جي هي اللي بتهمني؟ ان زي ما اتفقنا الجروب جي from bit i to bit 0 هي الكاري عند ايه؟ هي الكاري عند bit i. فجي from 2 to 0 هي C2، وجي from 3 to 0 هي ايه؟ هي C3. فهنا ده بنسميه بقى السام لوجيك. السام لوجيك ان انا هعمل ايه؟ ان انا هاخد الكاري سيجنال اللي هي الجروب جي سيجنال، واعمل لها اكزور مع مين؟ واعمل لها اكزور مع البروباجيت ايه؟ مع البروباجيت سيجنال. فيطلع لي هنا الايه؟ يطلع لي هنا السام. طب هل الاكزورز اللي هنا دي بتضايقني من ناحيه الديلي؟ لا، ما فيهاش مشكله كبيره. ليه؟ لان برده كل السامز دي بتتعمل ان ايه؟ بتتعمل ان بارلل. في الحقيقه كل الاكزورز دول هيشتغلوا ان بارلل. امال ايه اللي بيضايقني؟ اللي بيضايقني في الحقيقه هي ان الكاري ده هو اللي هو المشكله. الريبلنج بتاع الكاري ده هو اللي كان بيعمل لي المشكله. عشان احسب C1 انا محتاج C0، عشان احسب C2 انا محتاج C1، عشان احسب C3 انا محتاج ايه؟ انا محتاج C2. طب هل الجروب بي والجروب جي في حد ذاتهم هل حلوا لي المشكله دلوقتي؟ لا، لسه هنشوف هنحل المشكله ايه، هنحل المشكله ازاي. هنستخدمهم عشان نحل المشكله، لكن انا ممكن استعملهم في نفس طريقه الريبل ادر بالظبط برضو. ده مش هيحل لي ايه؟ ده مش هيحل لي المشكله. فالانوفيشن كله بقى او التفكير كله هو هيبقى في الجزء اللي في النص ده. الجزء اللي في النص ده اللي هو ايه؟ اللي هو ازاي احسب الجروب بي جي سيجنز. هو ده الجزء اللي هيختلف من ادر للتاني. فتعالى كده نبص على الريبل ادر مره ثانيه، بس بقى من وجهه نظر البروباجيت والجنريت سيجنالز. لو جينا نكتب الكاري هنا in terms of الـ A، in terms of الـ generate propagate signals، فزي ما اتفقنا الـ CI يما بيت I هي generate يما بيت I هي propagate الكاري اللي قبلية اللي هو CI minus 1. اللي هو زي ما قلنا ده كده أكني جي، ده هو CI هو GI to 0 و CI minus 1 هو GI minus 1 to 8 هو GI minus 1 to 0. يعني بعمل ايه في الحقيقة؟ يعني باخد كل كاري اعمل له أندنج مع الـ P، بعد كده اقوم عامل اورنج مع الايه، مع الجي، يطلع الكاري اللي بعديها. دي بنسميها انا عندي كده اند اور ايه، انا عندي اند اور جيت. الاند اور جيت دي موجوده فين؟ هي الجيت اللي احنا شايفينها هنا اهو. ايه اللي بيحصل هنا اهو؟ اهو جي 0 اللي هو الكاري ان، باخده هنا بعمل له ايه؟ بعمل له اندنج. بعمل له اندنج مع مين؟ مع البي 1 اهو، بعمل له اندنج مع البي 1. وبعد الاندنج اروح عامل اورنج مع مين؟ اروح عامل اورنج مع جي 1، يطلع لي جي 1 تو 0 اللي هو كاري 1. اخد جي 1 تو 0 ده اللي هو الجنريت بتاع الجروب اللي قبليه، واقوم عامل له اند اورنج مع الايه، مع البيت وايز بروباجيت وجنريت بتوع البيت اللي انا واقف عنده اهو. هعمل برده هنا اندنج، بعد كده اعمل اورنج، اخد هنا جروب جي 2 0 اللي هو سي 2، برده ده هيطلع تاني ويخش في الايه، يخش في الاند اور اللي بعدها. انا لسه عندي هنا نفس الريفلنج، يعني الريفلنج هنا لسه موجود، بس هنا بريفل ثرو اند اور ايه، ثرو اند اور جيتس. طبعا في الايه، في المثال ده انا مش محتاج جروب بي سيجنالز. طب ليه مش محتاج جروب بي سيجنالز؟ لان كل مره لو خدت بالكم انا بحط الاي بتساوي الكي في الحقيقه. اهو هنا كان الجنرال ديفينيشن اللي عندنا، كنت بقول ان انا بقسم الايه جنريت زي ما قلنا تو سب جروبس. انا هنا بحكي اني بحط الاي بتساوي الكي، لان دي كده كانت جي اي تو كي، ودي كده كانت بي اي تو ايه، كانت بي اي تو كي. انا حطيت الاي بتساوي الكي، فبالتالي طلع عندي هنا بيت وايز جي، وطلع عندي هنا بيت وايز ايه، طلع عندي بيت وايز بي. فما احتاجتش ان انا هنا استعمل جروب بي لوجيك. عشان نقدر بقى نقارن الادرز ببعضها، بنرسم حاجه بنسميها البي جي دايجرام، اللي هو البروباجيت جنريت دايجرام. طيب تعالوا نفهم كده الدايجرام ده بيترسم ازاي. انا عندي ثلاث اجزاء في الدايجرام ده. الجزء الاولاني ده كده، ده الجزء اللي بجنريت منه البيت وايز بي وجي، زي ما ده جزء ستاندرد مش هيختلف من ادر للتاني. والجزء الاخراني ده كده خالص، ده الجزء اللي بحسب منه السم، وبرده ده جزء ستاندرد مش هيختلف من ادر لايه، مش هيختلف من ادر للتاني. اللي هيختلف من ادر للتاني بقى هو اللي بيحصل في النص هنا كده، اللي بيحصل في النص اللي هي الطريقه اللي بحسب بيها الجروب جنريت سيجنالز، هي اللي هتختلف من ادر للتاني. طيب عشان اخلي بقى الايه المقارنه واضحه، بنرسم البي جي دياجرام ده اكن الاكسس ده كده هو الديلي بتاعك، فبالتالي بخلي كل ستيج بسلم الستيج الثانيه شيفتد بعدها برو، اكن بعد الروز اللي في الايه، بعد الروز اللي في الدياجرام ده. طب يعني ايه بمعنى اخر؟ زي ما قلت انا باخد اول ايه، اول كاري ان من هنا، وبعد كده اقوم رايح هنا
حاطط اند اور المربع ده كده معناه عندي اند اور جيت. اند اور دي هتقوم مطلع لي الكاري بتاعي, الكاري ده هيقوم داخل اند اور مع الايه, مع البيت وايز بي يو جي اللي بعدها, هيقوم مطلع لي هنا الكاري بتاعي, الكاري ده هيخش اند اور مع اللي بعدها, يطلع لي هنا الكاري بتاعي يخش اند اور على اللي بعدها وهكذا. فواضح هنا الايفكت بتاعه الريبلنج, واقدر احسب الديلي ببساطه عن طريق ان انا اعد الايه, عن طريق ان انا اعد السطور اللي عندي. ففي الحاله دي هيكون الديلي بتاعي عباره عن ايه, هيكون عباره عن التي بي جي. تي بي جي ده اللي هو الديلي, بان انا عشان احسب البيت وايز بي وجي سيجنالز اللي هو الجزء اللي في الاول ده زي ما قلنا الستاندرد, وعندي في الاخر التي اوكزور. التي اوكزور ده اللي بحسب منه الصم اللي هنا ده, عشان بتحسب عن طريق اكس اور جيت. وبعد كده عندي هنا بقى الاند اور اللي هي السطور اللي انا بقول عليها دي, كل واحد من دول اكنه عباره عن سطر. يعني ده كده هو ده كده عباره عن سطر, وده سطر كمان, وده سطر كمان, وده سطر كمان, وده سطر كمان. فانا بعد الايه, بعد الروز دي كده اهو, بعد ده وده 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 وده, هتعد الحاجات دي هتلاقي عندك ان ماينس 1 مضروب في ايه, في تي اند اور. انا هنا فور سمبلست يعني اكن كل الايه, اكن كل الجيتس ليهم نفس الايه, ليهم نفس الدري, بنجلكت بقى اي افكت ثانيه. ان طبعا ده هيبقى هو نمبر اوف بيتس بتاع الادر. النقطة المهمة هنا هي ايه, ان البيت وايز بي وجي اللي في الاول دي بتتم ان بارلل, عشان كده هتطلعي هنا ديلي ايه, هتطلعي هنا ديلي واحد. نفس الحكاية الصم هنا بيتم ان بارلل, فالدلي هتطلع هنا ديلي ايه, ديلي واحد. اللي بيحصل فيه الافكت بتاعت الريبلينج اللي هو الديلي فيه بيأكيوميليت هو الجزء اللي في النص بقى اللي هي الاند اور ايه, اللي هي الاند اور جيتس. فالكريتيكال باث بتاعي بقى في الحقيقة هو عبارة عن ايه, هو عبارة ان انا اجي من اول هنا بيت وايز بي جي, اجي من هنا اهو, او اجي بقى مش من اهو, هنا مفيش هنا حساب بي توايس بي وجي, اجي من هنا اهو كده حساب بي توايس بي وجي, وبعد كده اقعد اريبل 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 في الايه, في الاستيجز دي كلها, وبعد كده اخرج من الاكزور هنا عشان احسب الايه, عشان احسب الصم. ده هيبقى هو الكريتيكال باث بتاعي. هنعمل بقى نوتيشن معين عشان نفرق ما بين الايه, ما بين البي جي دياجرامز المختلفه اللي احنا كنا شايفينه في الدياجرام اللي فات. هي الجراي سيل دي, الجراي سيل دي كانت بتعمل ايه, كانت بتعمل عمليه اند اورنج. جراي سيل دي معناها اند ايه, اند اورنج. زي ما انا في المثال بتاعنا كنا بنختار الاي بتساوي الكي, فبالتالي كنت بدخل هنا بيت وايز ايه, كنت بدخل هنا بيت وايز سيجنال, بيت وايز بي في الحقيقه, مش بدخل جروب بي. لو الاي مش بتساوي كي يبقى هحتاج ان انا اعمل ايه, هحتاج ان انا اعمل جروب بي. اللي هي في الحقيقه الاند اور دي هي ببساطه الامبلمنتيشن بتاعت الايه, بتاعت الايكويشن دي. طيب احيانا هنرسم بقى بلاك سيل بالشكل ده. بلاك سيل دي بنعمل منها ايه, بلاك سيل دي بنحسب بينها جروب جي وبنحسب بينها جروب بي. انا محتاج جروب بي, يبقى بدل ما استعمل الجراي سيل هستعمل بلاك سيل. طبعا واضح بقى ان البلاك سيل هيبقى فيها هاردوير اكتر, محتاجت هنا جيت زياده عشان احسب بيها الايه, عشان احسب بيها الجروب بي سيجمنتس. ولو عايز بقى ان انا مجرد بس اعمل بافرنج, هنعمل مثلث بالشكل ده. البافرنج ده مجرد بس طريقه ان احنا هنقلل بيها الفان اوت. لو عندي فان اوت كبير قوي هنحط ايه, نحط بافرز عشان نقلل الفان اوت. تعالوا بقى دلوقتي نبدا نبص على بعض الايه, بعض الفاست ادرز بقى اللي بتحاول تتغلب على مشكله الايه, الريفل بتاعه الكاري. طيب اول ادر هنشوفه ده بنسميه الكاري سكيب او الكاري باي باس ادر. بيعمل ايه الكاري سكيب او الكاري باي باس ادر؟ بيقول لك انت مشكلتك ايه, مشكلتك ان الكاري بتاعك بيقعد يريفل ثرو كل الستيجز, ثرو الان ستيجز. طيب دلوقتي انت الكاري حاجه من الاثنين, يا اما بيحصل له جنريشن يا اما بيحصل له بروباجيشن. طب امتى الكاري انت محتاج ان هو يقعد يريبل؟ لو هو عايز يعمل بروباجيشن, لو هو هيبروباجيت انا طب خلاص, لو هو بيعمل بروباجيت خليه ينط بقى من فوق الايه, من فوق الجروبس, عديه بسرعه. طب هو كده كده هيبروباجيت, عديه بسرعه. طب اعمل حاجه زي كده ازاي؟ تعالوا نبص كده مع بعض. انا عندي, تعالوا نبدا من اول لاخر خالص عشان نفهم الموضوع احسن. هبدا من اول الكاري اوت ده هنا اهو. الكاري اوت ده هيطلع لك في حاله من اثنين. خد بالك انا قسمت, انا عندي هنا 16 بيت ادر قسمته لاربعه جروبس, كل جروب اربعه بيتس. تعال نمسك اللي هي الجروب الايه الاخرانيه دي كده اهو. هنقول ايه, هنقول ان الكاري اوت هيطلع بواحد في حاله من اثنين, يا اما ان الجروب دي هي نفسها هتعمل جنريت, يا اما ان الجروب دي هتعمل بروباجيت. طب لو الجروب هتعمل بروباجيت, هل محتاج ان انا بقى لو الجروب كلها على بعضها, خد بالك دي كده جروب بروباجيت, جروب بروباجيت, هل محتاج ان انا ادخل الكاري واخليه يقعد يريبل 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 لحد لما يطلع لي, ولا انا قطعه على طول كده اهو وخليه يطلع على طول على الكاري اوت؟ انا قطعه على طول, عشان كده اسمها كاري سكيب او كاري ايه او كاري باي باس. طب هعرف ازاي ان انا قطعه على طول؟ ما هي لو الجروب بي دي بواحد معناها ان كل البيتس دي هنا ايه, كل البيتس البي بتاعتها بواحد. الجروب بي يعني بواحد معناها ان كل البيتس بتبروباجيت, الجروب بروباجيت معناها كل البيتس بتبروباجيت. يبقى مش محتاج بقى ان انا اقعد اريبل جوه الايه, مش محتاج ان انا اقعد اريبل جوه الادر ده. نفس الكلام على اللي قبله برضو. هو لو اللي قبله ده
الجروب دي بتاعته بواحد، مش محتاج ان انا اقعد اريبل، يبقى انا هطول هنطط الايه، هنطط الكاري بتاعي اعمل له ايه، اعمل له باي باس. فاخد بالك ان الجروب بي سيجنال هنا بتتحكم في ايه، بتتحكم في الماكس. لو الجروب بي بواحد يبقى هاخد الكاري من هنا على طول، لو الجروب بي بزيرو يبقى انا كده مش بعمل بروباجيت، ساعتها يبقى انا هاريبل، بس هاريبل جوه الستيج بتاعتي دي بس، انا برضو مش محتاج ان انا استنى اللي قبليه. ليه مش محتاج استنى اللي قبليه؟ انا كده كده اصلا انا مش بعمل بروباجيت، انا بستنى الابليه لو انا هعمل بروباجيت. يبقى لو هعمل بروباجيت هنططه، ولو مش هعمل بروباجيت يبقى مش هستناه. وتاني زي ما قلنا احنا قسمنا الايه، قسمنا الادر بتاعنا 16 بيت ادر لاربع جروبس، كل جروب 4 بيتس، عشان كده ده كده من 1 لحد 4. دي اول جروب من بيت 1 لحد بيت 4، تاني جروب من بيت 5 لحد بيت 8، تالت جروب من بيت 9 لحد بيت 12، ورابع جروب من بيت 13 لحد بيت ايه، لحد بيت 16. طب ايه الورست كيس بقى هتكون عندي عامله ازاي، اللي هو هات كريتيكال باس بقى في الايه، في حاله الادر ده. الورست كيس ان يحصل عندي جنريت لكاري فروم بيت 1 اللي هو اول بيت، يعني اول بيت خالص ده يجنريت، اول بيت موجود هنا كده هو ده اللي هيجنريت الايه، هو ده اللي هيجنريت الكاري. طب دي ليه اسوا كيس؟ ان انا لو كان عندي جروب بروباجيت كنت هنطط الكاري ده على طول، مش هحتاج ان انا ايه، مش محتاج ان انا اريفل. فالورست كيس في الحقيقه ان انا احتاج اريفل في اول ايه، في اول ادر. ففي الحاله، في الحاله دي انا هعمل ايه، انا هقعد اريفل هنا اهو في الفور بيتس دول كده اهو، وهاجي كده اهو. طب وهاجي كده اهو، هل هريفل في الادر اللي بعديه؟ لا مش هريفل بقى في الادر اللي بعديه. ليه مش هريفل؟ هباي باس. هقول طب عرفت منين ان انا هباي باس وان انا هبروباجيت؟ اقول لك ما هو انا لو ما كنتش اصلا هبروباجيت ما كنتش اصلا هستنى الريفلنج اللي حصل هنا. ولو انا ما كنتش هبروباجيت معناها ان هيحصل جنريشن هنا اهو. فالورست كيس بالنسبه لي ان يحصل جنريشن في اول بيت وبعد كده احتاج ان انا بروباجيت. طب تعالوا نشرحها تاني. دلوقتي لو انا عندي بيحصل هنا ريبلينج، لو بيحصل هنا ريبلينج يبقى معناها ايه؟ معناها ان الجنريشن حصل هنا اهو. طب لو الجنريشن بتاعي حصل هنا اهو، يبقى هل انا محتاج استنى سي 4؟ لا مش محتاج استناه. انا امتى محتاج استنى سي 4؟ لو انا هبروباجيته. طب لو انا هبروباجيته يبقى مش هيحصل ريبلينج. يبقى عندك حاجه من اتنين، يا اما انت عايز تستنى سي 4 ففي الحاله دي هتنططه، يا اما انت مش عايز تستنى سي 4. ده امتى؟ لو انت بتجنريت جوه الادر بتاعك في الحاله دي هيحصل ريبلينج جوه الايه، الحاله دي هيحصل ريبلينج جوه الادر. تعال الاول نعمل الورست كيس تاني، يبقى كده نشوف هل في كيس اسوأ منها ولا لا. زي ما قلنا الورست كيس هتبقى ايه، ان اول بيت عندي يحصل فيه الجنريشن، بعد كده يحصل ريبلينج، هيحصل ريبلينج في اول ايه، في اول جروب اوف بيتس، وبعد كده هيطلع لك الكاري هنا اهو. بعد كده هتعمل له ايه، بعد كده هتعمل له باي باس فهي باي باس كده اهو. بعد كده هتعمل له ايه، كده هتعمل له باي باس فهي باي باس كده اهو. مشكله ايه بقى هنا اهو، مشكله ان انا لازم اريبل في اخر ستيج عشان احسب الايه، عشان احسب الصم. في الحقيقه انا مشكلتي مش في الكاري اوت هنا اهو، مشكلتي ان انا لازم اريبل عشان احسب اخر صم. يبقى انا كده هريبل في تو جروبس وهباي باس تو جروبس. يبقى انا في الورست كيس بتاعتي عملت ريبلنج مرتين وعملت سكيبنج مرتين. تعال نشوف كده هل في كيس ممكن تبقى اسوأ منها. طيب لو انا هنا عملت جنريشن هنا اهو مثلا، يبقى انا كده هريبل هنا اهو. طب وبعد ما ريبل هقوم جاي هنا اهو هعمل ايه، هعمل باي باس. طب وبعد ما اجي هنا باي باس، ما انا لازم اريبل في اخر ستيج عشان احسب الايه، عشان احسب اخر صم اللي هو صم 16. يبقى انا هنا عملت ريبلنج مرتين بس عملت باي باس مره واحده بس. يبقى اللي فاتت كانت اسوأ، اللي فاتت كانت ريبلنج مرتين وباي باس مرتين. خد بالك الباي باس اللي هو الماكس ده هو كمان ليه ديلي، انا لازم احسب الديلي بتاع الباي باس ماكس ده. يبقى الكيس اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هي مشروحه هنا كده بالظبط كده، دي هتبقى هي اسوأ كيس بالنسبه لك. اهم نقطه عشان بقى ما تتلخبطش في الموضوع ده، ان الجنريت معناها ان انا بطلع واحد اندبندنت على اللي قبليه، دي معنى الجنريت، مش محتاج استنى اللي قبليه. ايه دي الفكره؟ يعني لو انا اي بيت عندي بيجنريت، لو انا قلت مثلا اهو قلت خلاص طب البيت ده هيجنريت، معنى ان البيت ده بيجنريت ان كل اللي قبليه ملوش لازمه في الحقيقه، دي معنى الجنريت. لو اللي قبليه ليه لازمه امتى؟ لو انا هبروباجيت. هي دي النقطه الرئيسيه في البي جي سيجنالز. الجنريت معناه ان انا بطلع واحد ريجاردليس اوف اللي قبليه كان بيحصل فيه، دي معنى الجنريت. والبروباجيت معناها ان انا بعدي اللي قبليه زي ما هو، مش بعمل فيه اي حاجه. هي دي الكي بوينت اللي لازم تفهمها كويس قوي. والجروب بي دي معناها ان كل البيتس بروباجيت، فلو في جنريت اصلا يبقى في الحاله دي الماكس بتاعي هيختار ايه، هيختار زيرو. وده اللي مش محتاج استنى زي ما قلنا اللي قبليه، اي وقت هعمل فيه جنريت لو ده هيعمل جنريت يبقى هيعدي كده، مش محتاج استنى اي حاجه قبليه خلاص، اي حاجه قبليه مش محتاج استناها. وطبعا الجروب بي لازم تكون بزيرو، ما طالما في اي بيت بيجنريت يبقى الجروب بي اللي هي عباره عن الاندنج بتاع كل البيت وايز بيز لازم تكون بزيرو.
فتاني الكونسبت بتاعي ان لو اي بيت بيجنريت، لو انا عندي بيت هنا اهو بيجنريت، يعني ايه بيجنريت؟ يعني كاري ان اللي دخله هنا في الحقيقه دونت كير، دونت كير على كاري ان داخلي، ان انا كده كده اصلا بجنريت. دي معنى كلمه الجنريت، انا بطلع كاري بواحد، بطلع كاري بواحد ريجاردلس اوف الكاري. ساعتها هيكون ايه؟ ساعتها يكون البروباجيت جروب بروباجيت بزيرو، فساعتها يبقى انا هاخد السيجنال كده اهو، ودي هتبقى دونت كير برضو، والماكس بتاعي اصلا بختار دي. فالانبوت بتاع الماكس ده دونت كير، اللي هو الميل اللي هو سي 4. فطالما انا بجنريت هنا اهو، يبقى كل اللي قبليه ده دونت كير. ده معنى جنريت. جنريت يعني ايه؟ انا بطلع واحد اندبندنت اوف الكاري ان بتاعي، ده معنى كلمه جنريت. بطلع كاري اوت. هتقول لي طب ما السم هيتغير، ماليش دعوه بالسم، السم ده مش في الكريتيكال باث اصلا، السم ده مش في الكريتيكال باث. انا الكريتيكال باث بتاعي هي كاري تشين، هي دي المشكله بتاعتي. الكريتيكال باث بتاعي هو الكاري تشين، انا بصيت في السم بس في اخر ايه، في اخر واحده. ليه؟ لان هنا الريبلنج هيأثر في السم. انا معاك، تقول لي هنا ان انا باي باس ملهاش معنى، عشان كده انا قلت لك ان الكريتيكال باس هو السي اوت ده. لا، الكريتيكال باس ان انا ريبل جوه السم ده، ان هو هيأثر على ايه؟ هيأثر على السم. لكن بتكلم على ان انا معنى ان انا اجنريت، معناها ان انا بطلع كاري اوت واحد اندبندنت اوف الكاري ان اللي داخلي. طب تعال بقى نشوف الكلام ده شكله هيبقى عامل ازاي في البي جي دايجرام. زي ما قلت بنقسم الدايجرام بتاعنا لثلاث اجزاء. اول جزء ده بحسب بيت وايز في وجي، وبعد كده هنا بعمل ايه، وبعد كده هنا بعمل السم اللي هو الاكس اور. الاكس اور اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل السم. طيب واللي في النص عندي بقى هنا ده بيعمل ايه؟ هو ده كده ده حساب الايه، ده حساب الجروب جي سيجنالز. جروب جي سيجنالز اللي هي الكاري، الكاري هو زي ما اتفقنا هو جي فروم اي تو زيرو، هو الكاري اي. فالمكتوب عندك هنا ده كده بيت واحد، بيت اتنين، بيت تلاتة، بيت اربعة، لحد هنا بيت ستاشر. واللي مكتوب تحت هنا اهو وان تو زيرو، يعني دي كده جي وان تو زيرو اللي هي سي وان، وده تو تو زيرو اللي هو جي تو تو زيرو اللي هو سي تو، وده كده اللي هو سي ثري، وده كده اللي هو سي فور، وهكذا. طب تعالى بقى نشوف الايه، نشوف الورست كيس. الورست كيس ديلاي بتاعنا هيبقى عامل ازاي هنا. زي ما اتفقنا الورست كيس ان انا هربل في اخر، في اول تشين وفي اخر تشين، دي هتبقى هي الورست كيس بالنسبه لي. فقلنا ان بيت واحد يجنريت الكاري، هو بيت واحد يجنريت، وبعد كده يحصل له ريبلنج. يحصل له ريبلنج. خد بالك ده كده زي ما اتفقنا انا بعمل اند اور للجروب جي بتاعتي مع الجروب جي اللي قبليه. الجروب جي اللي قبليه اللي هو الكاري اللي قبليه، بمعنى اخر بعمل ريب، بعمل اند اور مع الكاري اللي قبليه. طب وهاجي هنا اهو، هاجي هنا بقى زي ما اتفقنا بقى هعدي على الماكس، انط على الماكس اهو، وبعد كده انط على الماكس في الاستيج اللي بعدها، بعد كده ارجع ريبل في اخر ستيج، او ارجع ريبل في اخر ستيج بالشكل ده لحد لما اخرج هنا عند الايه، لحد لما اخرج هنا عند السم. فلو انا عندي كي جروبس وكل جروب فيها ان بيتس، فالتوتال نمبر اوف بيتس بتاعي اهو بيساوي ان سمول في كي سمول، هيبقى الديلي بتاع بقى الكاري سكيب ادر، ده كده الديلي، التوتال ديلي بتاع الكاري سكيب ادر بيساوي ايه؟ بيساوي الاول تي بي جي في الاول اللي هي البيت وايز بروباجيت وجنريت، الجزء اللي في الاولاني ده ثابت، وتي اكزور في الاخر، ده السم، ده كده السم اللي في الايه، ده السم اللي في الاخر. طب وهعدي هنا، خد بالك انا عندي هنا اربعه جروبس وعديت على ثلاثه ماكسز، يبقى في الحقيقه انا بعدي على ايه؟ بعدي على كي ماينس 1 ماكس، بعدي على كي ماينس 1 ماكس، لان الماكس الاخراني ده مش داخل ايه، مش داخل معايا، انا كده كده بريبل في اخر ايه، كده كده بريبل في اخر جروب. طب وبعدي على كام اند اور؟ كل جروب انا بعدي فيها على انه ماينس 1، بس انا بريبل مرتين بس في الحقيقه، يبقى 2 في ان ماينس 1، لان ده اللي هو نمبر اوف بيتس بير جروب. لو انت فاكر في الريبل ادر كنت بعدي على ان ماينس 1 اند اور، بس ان كابيتال بقى اللي هي توتال نمبر اوف بيتس. انا هنا بعدي على بريبل في تو سب جروبس وكل جروب فيها ان سمول، يبقى ان سمول ماينس 1 مضروبه في ايه؟ مضروبه في 2. فين الاند اور بقى على الرسمه؟ الاند اور على الرسمه هي المربعات الرمادي دي زي ما اتفقنا. ما هو المربع ده كده عباره عن اند اور، المربع ده كده عباره عن اند اور، المربع ده كده عباره عن اند اور. فانا في الجروب دي عديت على كام؟ عديت على 1 2 3 ايه، 3 اند اورز، اللي هي ايه؟ اللي هي 4 ماينس 1 اللي هي ان سمول ماينس ايه، ماينس 1، لان سمول دي اللي هي نمبر اوف بيتس بير جروب. والاثنين بقى اللي موجوده هنا عشان انا برجع ريبل تاني بقى في الايه، زي ما قلنا في الجزء اللي تحت ده كده اهو، ما دي دي بدخل على اند اور، بعد كده اند اور، بعد كده اند اور، فانا برجع ريبل في اخر ايه، في اخر التشين برده، برده بريبل في ان ماينس 1 لان بتساوي 4. فزي ما انتم شايفين كده انا بريبل هنا في 3 اند اورز. طبعا نلاحظ هنا بقى ملاحظه مهمه ان في حاجه ناقصه في الرسمه. ايه الحاجه الناقصه؟ ان الجروب دي اللي هتعمل كنترول للماكس بتاعي بقى. ما الماكس بتاعي ده انا محتاج اعمله كنترول، اللي هيعمل كنترول هنا للماكس ده هو بي فروم 1
to 4. والهام الكنترول الماكس ده هو بي from 5 to 8. فالجروب بي سيجنالز مش ايه, مش مرسومه في الايه, مش مرسومه في الرسمه, بس انا محتاجها طبعا عشان الكنترول الايه الماكسز بتاعتي. طبعا الحاجه اللي ممكن تلخبط شويه هنا بقى هو ايه الفرق بين الازرق والرمادي. هذا الازرق ده يعني هل معناه ان انا عندي هنا حاطط اند اور واند اور كمان؟ لا طبعا, وانا احط اند اور مرتين ليه؟ ما هي نفس الايه, نفس السيجنال في الحقيقه بتتحسب. يعني ايه فايده ان انا احط اند اور مرتين؟ خد بالك ان احنا الاكسس ده كده هو التايم في الحقيقه, الاكسس ده كده هو الايه, هو التايم. فالاند اورز المرسومه دي كده معناها بس ان السيجنال بتبقى ابديتد, يعني كان الاند اور بتاعتي بتشتغل تاني. يعني هي نفسها نفس الاند اور, يعني الاند اور اللي معموله هنا اه دي كده اه هي الاند اور دي, مفيش منهم ايه, مفيش منهم اختلاف. امال ايه معناها؟ معناها ان انا عشان احسب الكاري اللي هيخرج لي هنا, او الكاري اللي هيخرج لي هنا عشان اخده عشان احسبه, خد بالك زي ما اتفقنا دي كده اللي هي جي 2 0 اللي هي في الحقيقه عباره عن ايه, اللي هي عباره عن سي 2. طب انا محتاج ليه السي 2؟ محتاجها عشان احسب الصم, انا محتاج سي 2 عشان احسب الصم, هي هتاثر على الصم. لكن هل هي في الكريتيكال باث بتاعي؟ لا مش في الكريتيكال باث بتاعي. ليه؟ ما احنا قلنا زي ما اتفقنا بقى الكريتيكال باث ان انا اجنريت الكاري هنا اهو وبعد كده يحصل له ريبلنج بالشكل ده. فانا هيبقى عندي ديلي زياده ان انا استنى الكاري بتاعي عشان احسب الصم, استنى الكاري هنا اهو عشان احسب الصم. لكن هل هستنى الكاري عشان احسب الكاري اوت بتاع الجروب؟ لا, هي دي الايه, هي دي الخدعه بقى والميزه اللي موجوده في الموضوع. ففور اكزامبل مثلا اهو الاند اورز اللي موجودين هنا دول بيعملوا ايه؟ ده لو انا عندي كاري اوت هنا جنريتد من الجروب, يعني لو في كاري اوت هيبقى جنريتد من الجروب, فالاند اورز دي هتقول لي على الموضوع ده على طول ريجاردليس اوف الكاري ان. طب وبعد كده الكاري اوت ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له زي ما قلنا سكيبنج. لو هيحصل له سكيبنج بالشكل ده هيعدي في الايه, هيعدي في الماكسز. لكن بيرجع بقى السيجنالز اللي خارجه لي هنا, الكاري سيجنالز دي بقى تبقى ابديتد لما يجي لي الكاري. اهو لما الكاري بقى يجي لي هتبقى السيجنالز دي ابديتد بالجروب اللي موجوده هنا اهو دي, تبقى ابديتد. ليه؟ هستفيد ايه؟ عشان اخدها بقى احسب منها الايه, احسب منها الصمز. هتقولي طب ده مش هياثر على اخر صم؟ لا مش هياثر على اخر صم. ليه؟ لو كان هياثر كنت هنططه على الماكس اصلا, فبالتالي كنت هعمل له بروباجيت ويجي ريبل بس في اخر ايه, في اخر ستيج. فبالتالي الازرق والرمادي دول نفس الفيزيكال ايه, نفس الفيزيكال سيل. يعني دي كده هي نفس الفيزيكال سيل اللي موجوده هنا, هي مجرد بس لما جالها ابديتد انبوت فالاوتبوت هيبقى كمان هو ايه, هو كمان ابديتد. الكيسز بقى اللي هي مش الورست كيس برضو عشان ايه, عشان نربط الموضوع. لو انا حصل لي فور اكزامبل جنريت عند بيت 13, معنى ان يحصل لي جنريت عند بيت 13 ان كل الكاري اللي قبليه دول دونت كير, ما يهمنيش في اي حاجه. ساعتها هيحصل ايه؟ ساعتها هبروباجيت ببساطه كده, هحاربل ببساطه في الشكل ده واقوم خارج كده اهو, وخلص الايه, وخلص الموضوع. نفس الحكايه برضو هو لو انا حصل لي مثلا جنريت فور اكزامبل مثلا عند بيت 6 اهو, جنريت عند بيت 6 يعني كل اللي قبليه برضو ما لهمش ايه, كل اللي قبليه ما لهمش اي قيمه. ساعتها هبروباجيت هنا اهو, بعد كده هبقى فاس في الماكس, بعد كده هحارب كده اهو واخرج كده اهو. فبالتالي اسوأ كيس زي ما شرحنا كان الكيس ان انا يحصل لي جنريت عند ايه, عند بيت 1. طب هل انا بقى ملزم ان انا اخلي كل الجروبس نفس السايز؟ لا, انا ممكن اعمل فاريبل جروب سايز, اخلي الجروبس سايز بتاعتها غير ايه, غير بعض. طب اللي احنا كنا شغالين فيه قبل كده ده كان اللي هو 4 4 4 4, كل الجروبس بتساوي 4. طب احنا شفنا ان انا محتاج ريبل في اول ستيج, محتاج ريبل في اخر ايه, في اخر ستيج. في الحاله دي ممكن اخلي بقى اول ستيج واخر ستيج اقصر. فهنا مثلا عامل ايه, 2 3 4 4 3, خلي اول ستيج 2 بيتس بس واخر ستيج 3 بيتس بس, عشان يقلل ايه, عشان يقلل الريبلنج اللي بيحصل في اول واخر ستيج. طب تعالوا نشوف نوع تاني كده من الفاست ادرز اللي هو بنسميه الكاري سيلكت ادر. الكاري سيلكت ادر في الحقيقه بيستعمل تريك كومن في اي حاجه بيكون فيها كريتيكال باث بيديبند على ليت انبوت. يعني ايه؟ دلوقتي احنا مشكلتنا ايه, زي ما اتفقنا مشكلتنا ان انا دايما عشان احسب الكاري اوت مستني الايه, مستني الكاري ايه. نقول لك طب الموضوع بسيط, بسيط ازاي؟ قال لك خلاص بدل ما يكون عندك ادر واحد اعمل لي تو ادرز. تعالى برضو نشرح على اخر ستيج, ادي اخر ستيج اهي, انا عندي هنا بدل ما كان عندي ادر واحد حطيت تو ادرز. الادر الاولاني ده بيقول لك افرض ان الكاري كان بصفر واحسب, والادر الثاني بيقول لك افرض ان الكاري كان بواحد وايه, واحسب. فبالتالي لما يجي لي الكاري بقى الحقيقي, الكاري الحقيقي هيكون مهمته ايه؟ هيكون مهمته في الحقيقه ان هو يسلكت, انا اختار الاوتبوتس لو هو بزيرو هختار الاوتبوتس بتاع الادر الاولاني, ولو هو بواحد هختار الاوتبوتس بتاعت الادر الايه, بتاعت الادر الثاني. فبالتالي الدليل بتاعي هيكون هو ببساطه الدليل بتاع مين؟
لكن هو الديلي بتاع الماكس مش هحتاج ان انا اقعد بروباجيت لان انا اوريدي حسبت الايه حسبت التوب بوسيبيليتيز في الحقيقه. فالطريقه دي ممكن نعملها في الحقيقه في اي بلوك في الحقيقه مش بس في الايه في الادرز. بس طبعا الدروباك ان انا كده بدبل الهاردوير بتاعي ان انا بعمل دبلنج للهاردوير بحسب الهاردوير او اللوجيك اللي انا عايزه بافتراض ان الليت انبوت الانبوت اللي بيجي لي متاخر لو الاكس كان بزيرو مره وكان بواحد مره ومجرد بس هختار الاوتبوت الصح لما الاكس يوصل لي. طب الكاري بقى اللي هو داخل على الماكس ده بقى خد بالك انا عندي هنا كاري 12 ده هو اللي داخل على الماكس بتاعي عشان يختار هل الكاري ده برضو كان قاعد يعمل ريبلينج. لا ده ما كانش قاعد يعمل ريبلينج. لا طب ما كانش قاعد يعمل ريبلينج ازاي؟ ان انا عامله برضو هنا باي باس باث اهو باث بيعمل له ايه بيعمل له بيعمل باي باس عشان ما يضطرش ان هو يريفل جوه الادرس. طب بيشتغل ازاي؟ بص كده على الاند اور جيت دي بتشتغل ازاي. الاند اور جيت دي بتقول لك ايه امتى الكاري 12 ده يطلع بواحد. لو انا عندي واحد هنا اهو خد بالك دي اور جيت اهي دي كده اور جيت طيب انت عندنا بلس اهي ودي اند جيت. طيب الواحد ده معناه ايه؟ خد بالك انا هنا كنت مدخل كاري ان بزيرو الواحد ده معناه ان الجروب دي عملت جنريت ان هو ريجاردلس اوف الكاري ان هي طلعت لك هنا كاري ايه؟ كاري اوت. فمعنى ان الجروب دي تعمل جنريت معناها ان خلاص الكاري هيطلع هنا على ايه؟ الكاري هيطلع على طول. طيب البروبابيلتي الثانيه بقى هي ايه؟ البروبابيلتي الثانيه ان انا اكون مستني كاري بتاع 8 ده سي 8 دي probability التانية ان انا استنى ده كده اهو فان انا يكون عندي واحد هنا وواحد هنا. طب دي معناها ايه؟ واحد هنا خد بالك انا كنت مدخل واحد اصلا واحد هنا وطلع لك واحد معناها ان حصل لك هنا ايه؟ حصل لك propagate. فبالتالي لو كاري هنا بواحد وانت طالع عندك هنا واحد يبقى على طول دي هتديك ايه؟ واحد ويطلع لك هنا الكاري اللي هو بتاع 12. وبالتالي انت برضو مش محتاج كده كده مش محتاج تقعد تريبل جوه الادرس دي يعني. بالتالي سي 8 ده هو اصلا مش داخل الادرس عشان يريبل فيها اصلا مفيش هنا ريبلنج ومفيش هنا ريبلنج بيحصل هنا نتيجه للزيرو والوان اللي موجودين ان بارلل يعني كود الادرس دي بتشتغل ان بارلل ده بيشتغل ان بارلل مع ده بيشتغل ان بارلل مع ده بيشتغل ان بارلل مع ده. كود الادرس اللي موجوده في السب جروبس دي مش مستنيه الكاري اصلا الكاري اصلا مش داخل عليها عشان هي تستناه. الكاري ده بيعمل ايه؟ مجرد بيروح بس على الاند اور اللي في الاخر دي الاند اور اللي في الاخر دي هي اللي بتعمل لك بقى الايه هي اللي بتعمل لك كومبيوتيشن دي كاري اوت بتاع الجروب اللي هي ببساطه بتعمل لك عمليه اندنج وبعد كده اورنج اهو اندنج مع البروباجيت واورنج مع الايه واورنج مع الجنريت. طب الورست كيس بقى بتاعنا هنا هو ايه؟ الورست كيس ان انا اول كاري ان ده خالص هيريبل جوه هيريبل جوه لما يريبل جوه هيديك الان في الاند اور دي. خد بالك ان انا كل مره بعدي على ايه بعدي على اند اور. طبعا خد بالك ان انا عندي تي بي جي اللي هي بتاعت البيت وايز بي يو جي وعندي تي ماكس اللي هو بتاع السام دول كده كده بزودهم زي ما قلنا اللي بيفرق بين هدر والتاني هو الجزء اللي في النص ده. طب الان دي بتاعت الريبلنج في اول ستيج وبعد كده هاجي هنا اعدي على اند اور واحده وكده اند اور ثانيه اهي وبعد كده اقوم معدي هنا على ايه معدي هنا على الماكس. طب لما اعدي على الاند اور والاند اور يبقى انا كده بعمل ايه بعمل كي ماينس 2 كي ماينس 1 عندي هنا 4 جروبس فانا عديت اوفر اول هنا على كام اند اور عديت على 2 اند اورز بس والماكس اللي هنا طبعا ده هيكون هو الايه هيكون هو الماكس ده لان انا اوريدي عملت كومبيوتيشن بالسام اصلا فالماكس مجرد بس هختاره بين السام ده والسام ده. بكده نكون وصلنا لنهايه الجزء ده في المحاضره ان شاء الله في الجزء الجاي بقى هناخد مع بعض الكاري لوك هيد ادر والتري ادرز او البريفكس ادرز اللي هي بتعتبر بقى اسرع ادرز اللي بتستعمل حاليا في كل المايكرو بروسيسورز تقريبا.